هنبدأ الأخبار بالشهامة والجدعنة والأصالة بتاعت ولاد البلد المصريين الحقيقة اللي بتبان وقت الشدة. المرة دي الأصالة هتكون أو أصالة وجدعنة المصريين في الإمارات. في سيدة مصرية اسمها سوسن. سوسن ربنا طبعا يعني يشفيها ويعافيها. هي مريضة بالكانسر أو السرطان، داخلة تعمل عملية خطيرة جدا. كتبت على صفحتها على الفيسبوك: أنا في مستشفى القصمي بالشرقة لوحدي، ويعني ماليش أهل وما عندي اي حد هنا، وبكره هعمل عمليه وهتنقل لمستشفى تانيه للاورام بمدينه العين، ولو مت ادفنوني في مصر. مش عايزه الحقيقه اتكلم كتير، تعالوا نشوف اهي الصور قدام حضراتكم. بصوا قد ايه المصريين الجدعان اللي معروفين بالشهامه، اللي راحوا لغايه المستشفى هما ما يعرفوهاش على فكره، وقفوا جنبها، ولا هي تعرفهم ولا الحقيقه هما يعرفوها. سوسن بعد الموقف ده كتبت على صفحتها على الفيسبوك: حسيت بفخر شديد جدا بمصريتي، واننا قد ايه حلوين مع بعض، ويعني اللي يقول لك غير كده قول له روح عالج نفسك من الاحقاد. طبعا مليون تحيه للمصريين، هم دول المصريين الجدعان اللي عندهم شهامه، ولاد البلد. شفتي قد ايه واحده في البلد لوحدها ما عندهاش حد، يا دوبك بس كتبت على الصفحه على الفيسبوك. هو ده بقى زي ما بنقول الايجابيات بتاعت الفيسبوك، يعني ان حد ما نقعدش بقى نستخدمه ونقعد نتداول اخبار كده مغلوط فيها ومش فاهمينها. مجرد ما هي كتبت الناس كلها بصي حاجه بجد حلوه جدا اتلمت حواليها. انا مش عارفه مين اللي كان يعني بيصدر صوره انه المصريين في الغربه بيقطعوا في بعض وما بيخلوش حد يعلى عن التاني والحاجات دي خالص. يعني على فكره في نماذج كتير جدا، ولو ده موجود فهو مش موجود بس في المصريين، هو موجود في دي طبيعه بشر بقى، يعني موجود في اي حته وفي اي مكان. فطبعا مليون تحيه للمصري الجدع والمصريه الجدعه.